جلدني بالعقاب والله العظيم. لا الحمد الله يبيض وجيههم كأنهم معنا بالمجلس والله ألومهم. اي والله ألومهم طيب الله يسعدنا وياكم. طيب ووفى والله صدقني طيب. وبعدين متابعة الناس ورسائلهم الجميلة دي والله أنا أسعد قراءتها. شوف غيرت الجو وعطت جمال المكان ده. هذا سناب أبو عبد الرحمن. أوه أرسل لي سنابه. خلاص بنزل لكم هذا سناب أبو عبد الرحمن اليوم. أبنزل لكم إن شاء الله في سنابي. مشرفنا عاد حط سنابي عشان انزل سنابات المشايخ عندي الله يجزاهم خير. حياكم الله جميعا يا اهلا والله اننا سعدنا. اول شيء البرنامج الحمد لله ان عاد البرنامج والايام والله تمشي يعني مثل ما ذكرتم. لا شكنا في رمضان فقدنا بعض الاحباب، في العيد فقدنا بعض الاحباب، لكن هذه الحياه تمشي يعني لازم يوم احنا برضو نكون من المفقودين يعني لابد ان نودع هذه الحياه. لكن جميل من غرس له يا ابو عبد العزيز غرس طيب في هالدنيا، ابو يغرس له غرس طيب ابو عبد الرحمن، يحط له حاجه خاصه في الاوقاف هذه اللي ما شاء الله الحين كان خلصنا قبل وقف ما شاء الله المويه، وقبلها خلصنا وقف الجنوب. أيوة. وترى يسلم عليكم الدكتور محمد بن كردم تواصلت واصر على اي والله والله رجل ونعم يا ابو عبد العزيز واصر انه يعزمني انا والعائله، لكن جميل. كان الوقت ضيق والله الله يجزاه خير، وكرم اهل الجنوب عد كرم كبير الله. والشيخ سعيد بن روزه والله عدد يا الربع اللي راسلوني كعدد كبير جدا من اهل الجنوب الله يجزاهم خير، حتى ناس من جازان انزلوا عندنا ما نضيفكم ما شاء الله. هذه الالفه يا ابو عبد الرحمن يعني يمكن ما رأيناها إلا في الإعلام صراحة. يوم كنا حنا بين جيران ما كنا نعرف إن وهذا السنابي موجود على الهواء سناب والإنستغرام، ومسوي لهم بعد مسابقة أنا في السناب قريبة تنزل عندي مسابقة فيها فلوس وذهب وحركات ما شاء الله. فالألفة ذي أبو عبد الرحمن اللي إحنا نجدها الآن بين هالناس يعني أنا يمكن لو ما طلعنا في الإعلام ما عرفنا هذا اللي يدور بين الناس. المكتجي وادي الدواسي اللي نادونك ناس الحين توي راسلني يقول ليش ما مريتوني في الأفلاج أم صالح الله يجزاه خير. ناس من الزلفي والله واحدة مصالح بقى من الزلفي مرسلت لك ليجا وأقط وهذا يعني الألفة هذه أبو عبد الرحمن تدل على أنه بخير. هذا لا شك أن الإعلام ينشر سلام عليك ينشر ثقافة الإنسان، ينشر شخصيته، ينشر محبة الناس به، يحب الناس والناس يحبونه على هذا الأساس. لكن الإنسان اللي صاد في بيته أو في كذا أو في شارعه أو في حي ما حد يدري عنه. إي والله يا سلام. إلا مسجده الله. أنت في المسجد تجد لك أنصار ومؤيدين، هذا يسلم وهذا يسأل وهذا، لكن أنت في غير حيك ومسجدك ما حد يدري عنك. إحنا كنا في التعليم في المدارس كلهم يعرفوننا، لكن بعد ما فقدنا المدارس خلاص نسونا. صحيح تقعدوا خلاص تقعدوا خلاصنا. فإذا يعني الإعلام يعطي صورة عنك يا الإنسان والناس تحب هذه الصورة. هذا المبدأ اللي عندك، أخلاقك، شخصيتك، ذكرك، ثقافتك، الناس يحبون هذه الأشياء، فلما يعلمون بها يودونك. لكن المتقوقع منحجر في الحالة في زاوية ما حد يدري عنه. صحيح. لا ولما تشوف هالناس محبة يعني رحت سوق الزل في رمضان عندي عيال عمي الطلحة هناك عندهم سوق الزل وأصبح عليه بالخير إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن يعني من عيال عمنا جزاه الله خير. طيب وانا فرش يا ابو تعرف جلسه سوق الزل الحلوه انا اول مره اجلسها من سنين فرش لنا على الرصيف جنبه داخل السوق جاب القهوه وجلسنا يا ابو عبد العزيز. جميل. شوي مره واحد وعرفني قال هلا هلا برنامجكم شلون؟ قال ايش فيك على ابو عبد العزيز؟ متعاطف معك يا ابو عبد العزيز. قلت له احنا نحب بعض يا اخوان، انتم زي الهلال والنصر تحسبون انتم الجماهير برا الشاشه تحسبونهم اعداء وامهم لاعبين اصدقاء ذولي اصلا ذاك شت عنده وذا يضيف له وذا جيران وذا اصدقاء وبعضهم بينهم اقارب يعني بين الناديين يعني ما موجود الشحناء والبغضاء. الشحناء وهالبغضاء ما لها اساس. المفروض انهم يتخلون عنه. صحيح. واحد يعني واحد يقول لي شو سويت مع ابو محمد؟ انتهت المباراه خلصنا قضينا خلاص ليه؟ لذلك احنا ترى اصلا احنا لما الاطف انا ابو محمد ولا الاطف ابو عبد العزيز ولا ابو صالح ولا ابو عبد الرحمن ترى من باب كسر الروتين في المجلس. ترى ثلاث ساعات احنا جالسين يا الربع مين بسيطه يعني ثلاث ساعات كسر الروتين تغيير جو. احيانا تجي رسائل لطيفه مثل الاختنا هذه الله يجزاها خير بنت حرب يوم قالت ابو محمد شاف نفسه عقب العقال بس ما ترى ما جاوب الى الان ما رد ترى العقال ما هو هي تقول هي تقول انت شفت نفسك طقني بالعقال ها تقول لو جنبه يمكن جلدني بالعقال. لا اولا بالنسبه للعقال ما وضع العقال الا زياده عقل ان شاء الله.
كذلك من يجعل هذا العقال للأذى أو لإيصال، ما أظن أنه في 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 مرحلة رجولة أو، ولكن قد يكون للدفاع، قد يكون، لكن ما أرى لأنه سبب، لأنك عقالك اللي تحطه فوق رأسك هو سبب أداة إيذاء للآخرين، فمن باب أولى